طبعا الكل متابع ما يحدث في فرنسا، ولليوم الرابع على التوالي بتتواصل الاحتجاجات العنيفة والمواجهات مع الشرطة في عموم فرنسا، وده حصل بعد مقتل شاب يعني عنده 17 سنة برصاص الشرطة. ويعني الشاب نائل النهارده شفنا تشييع جنازته في باريس، وكانت يعني مواجهه بينه وبين ضابط شرطه، وهذا الضابط يعني تم توجيه التحقيق الرسمي ليه في جريمه القتل العمد، وتم وضعه رهن الاحتجاز. النهارده كمان اعلنت الداخليه الفرنسيه اعتقال تقريبا 2000 من المتظاهرين واصابه حوالي 522 من ضباط الشرطة، وده منذ اندلاع الاضطرابات إلى جانب وقوع 58 هجوم على مراكز شرطة داخل فرنسا، ويعني مئات الحوادث اللي يعني شفناها وتابعناها على مدار الأربع أيام اللي فاتت، حرق في المحلات، سطو مسلح على بعض المحلات الأخرى، وشفنا يعني كمان انتشار للشرطة الفرنسية 45 ألف ضابط في محاولة من الحكومة الفرنسية يعني احتواء الموقف، ومدرعات وطائرات هليكوبتر في جميع أنحاء فرنسا. خلينا نشوف مع حضراتكم ماذا يحدث في فرنسا الآن. دلوقتي معانا على التليفون الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس أمناء يعني حي فرساي في فرنسا. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وكل سنة وحضرتك بخير. والمشهد الآن في الشوارع الفرنسية ويعني آخر تطورات هذه الاحتجاجات في يومها الرابع. اهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. بكل تاكيد يعني يمكن فرنسا على مدى اربع ايام تشهد اندلاعا كبيرا جدا جدا في الشوارع الفرنسيه، وطبعا نحن نستطيع ان نقول لها انها حرب عصابات فعلا، من قيام بتدمير المنشات والطرقات ونهب في جميع المؤسسات، ويمكن تم حرق ايضا مبنى محافظه مونتير التي وقع المحافظه التي وقع فيها الحادث من قتل هذا الطفل. فطبعا بكل تأكيد هناك شرعية كاملة للمتظاهرين بالحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الغضب، لأن الحقيقة الواقعة ليست بهينة. لكن بكل صراحة أعتقد في وجهة نظري متواضعة أنها هذه المظاهرات من المندسين في المتظاهرين الذين يعبرون عن غضبهم هي لها مقرب مآرب سياسية أخرى، وايضا دكتور جيهان عايز اتوقف مع حضرتك نار الفتنه وايضا الفتيل الازمه. يمكن هناك احتقان كبير جدا في الشارع الفرنسي ليس فقط من هذه الاحداث او الحادثه الاخيره، لكن هي الحقيقه نستطيع ان نقول انها احقاد في بعض النفوس منذ القدم. فهذا الوضع الحقيقه صعب للغايه على فرنسا فعلا انها تقوم ب محاولة احتواء هذه الأزمة في أقصى سرعة، لأن الوضع فعلا خطير. هؤلاء المشاغبين الذين يلقون النيران على الشرطة الفرنسية ويقومون بسرق المنشآت وتدميرها ليس بالضرورة أن يكونوا من العرب، لكن هي دائما وأبدا في أي مظاهرة أو أي تصاعدات بتحصل أو أزمات هناك مندسين يعملون هذا لصالحهم. صحيح. أو أيضا لتحقيق مآرب أخرى سواء سياسية أو أيضا عنصرية. يعني الحقيقة دكتور جيهان أنا عايزة هو متظاهر ويكسر هو عربي، لأني أنا أؤكد على هذه المعلومة. طبعا الوضع فعلا خطير في فرنسا، اتوقع بان يتم فرض حظر تجوال في الايام او الساعات المقبله، لان الوضع فعلا في فرنسا ليس بالهين. طيب دكتور جيهان انا عايز اتوقف مع حضرتك عند الاسباب، لانه من كلام حضرتك واضح انك تاري انه الاسباب مش بس مقتل الشاب الجزائري الفرنسي نائل، لكن هناك اسباب اخرى لاندلاع هذه الاحداث في باريس. نعم بكل تأكيد هذه الوقعة هي كانت الشرارة التي فعلا أشعلت الفتيل. نحن نجرم هذا الحادث لأن هناك يعني على ضباط الشرطة أو الدرك الفرنسي هناك أربع وسائل
تستبق اطلاق النار على الطفل، فطبعا هم لم يستغلوا ضرب النار مباشره لان الطفل يعني كان اعزلا. يعني ندخل كثير في تفاصيل الحادث نفسه، هناك جرم فعلا وقع والشرطه الفرنسيه بالتاكيد القت القبض على ضابط وسوف يقضى للمحاكمه، لكن هي الفكره في التعبير عن الغضب إذ وشرعا. لكن هؤلاء أعتقد أنهم من القلة المندسين الذين يريدون يعني أحداثا سياسية خطيرة بفرنسا، إما لإسقاط ماكرون، وأنا يعني أعتقد ذلك لأنها فعلا هناك بعض العناصر المندسة التي تريد أن تحدث فتنة وأن يكون هناك الشارع الفرنسي غير آمن، ويعني تعطي صورة جدلية للجميع أن هناك في خلل في المنظومة في فرنسا، وأن تدعو إلى العنصرية، وأن فرنسا يعني على اعتبار انه الطفل هذا القتيل هو طفل عربي، فطبعا هم يريدون احداث فتنه كبيره جدا جدا في الشارع الفرنسي ليس له علاقه بهذه الحادثه، لكنها الحادثه كانت سببا، وهم استغلوها استغلال كبير جدا جدا في احداث هذه الشغب والسرقات والنهب الذي يكون موجود حاليا في الشوارع الفرنسية. برأيك يا دكتور جيهان، هذه المظاهرات مرتبطة بشكل أو بآخر بالمظاهرات السابقة اللي كانت موجودة في باريس اعتراضا على الوضع الاقتصادي الحالي؟ نعم نعم، بعض يعني أنا أرجح هذا، لأن الحقيقة المظاهرات الخاصة بالنظام التقاعد يمكن كان بس، لكن يعني عشان نكون محقين الفرنسيين يحبون بلادهم أكثر من يعني مما نتخيل. لا أتوقع أبدا أنهم يقومون بتدمير هذه المنشآت، لأن الحقيقة يعني المشاهد لازم يطلع على شيء هام جدا، بأن هذه التدميرات وهذه السرقات وهذه النهبات المواطن الفرنسي هو الذي سوف يتحملها فيما بعد من ضرائب ومن فرض رسوم وخلافه. فطبعا المواطن الفرنسي على درجة كبيرة جدا من الوعي لا يستطيع أبدا تدمير بلده، ولا يستطيع أبدا أن يقوم بتخريب هذه المنشآت الهامة الحيوية المملوكة للدولة وللمواطن الفرنسي. لكن صحيح. الهدف الرئيس أو الخطة الموضوعة أعتقد من وجهة نظر متواضعة هي إسقاط ماكرو ونظامه، ليس له علاقة بقانون التقاعد، لكن طبعا هو مظاهر التعبير عن الغضب يعني للجميع خرج منها الفرنسيين قبل العرب، لأن الحقيقة الواقعة هزت الشارع الفرنسي أجمع. صحيح. لكن التخريب والتدمير هي لصالح عصابات أو لصالح مديري الشغب في أي مجتمع، وليس فقط في فرنسا، هم الذين دائما يستغلون الوضع بإحداث يعني فتن، علاوة على أن أيضا هناك للأسف طبعا العالم كله يعلم أن هناك جذور ما بين يعني العلاقات متوترة ما بين الجزائر وفرنسا. صحيح. من منذ السابق، فطبعا يعني الحقيقة استغلوا هذا الوضع، وليس كل من هو يحدث الشغب هو عربي، لكن هي جماعات تبث الشغب وايضا تبث الحقيقه التوتر في الشارع الفرنسي. عظيم. مما ادى الى الاحتقان الذي نشاهده. دكتور جيهان، مع تصاعد هذه التوترات في الشارع الفرنسي، الى اي مدى افلحت الحكومه الفرنسيه الى الان في احتواء هذه المظاهرات والتوترات داخل الشارع الفرنسي؟ المتواضعه انه حتى الان الشارع محتدم، لا يوجد ابدا، لابد وان حكومه ايمان والمكحه والرئيس نفسه، انا اعتقد ممكن المتواضع لابد وان يتخذ شيئا خارق للعاده، او يتخذ شيئا يعني غير معتاد عليه، على الاقل ان يقدم اعتذارا. صحيح ان هناك الشرطه الفرنسيه او الضابط الذي قام بقتل الطفل ليخضع للمحاكمه حاليا، لكن على ماكرون ان يحتوي هذه الازمه، والا سوف تستمر لعده ايام، لان الحقيقه الاعداد المتواجده في الشارع هي خطيره، لم تشهدها فرنسا من قبل. فاعتقد من وجهه نظر المتواضعه ان هذه الامور على الحكومه الفرنسيه ان تتخذ شان. طبعا صحيح هي قامت باعتقال العديد والعديد من مثيري الشغب، لكن ليس كافي على الإطلاق، لابد أن تأتي التهدئة من قصر الإليزي وأيضا من الحكومة الفرنسية نفسها، حتى تستطيع أن تحتضن هذا الوضع المحتدم فعلا في الشارع الفرنسي.
أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة جيهان جادو، عضو مجلس أمناء حي فرساي الفرنسية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا دلوقتي.